للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخليل دكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بحضرتك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية دكتور عماد البشتاوي. يعني كيف ترى تأثير استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة على الوضع الإنساني هناك؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمتابعين. واستمرار للسياسة الإسرائيلية التي كانت واضحة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إنها استهدفت الأماكن التعليمية والأماكن الصحية اللي هي من أهم عوامل استقرار وصمود أي شعب في العالم. لذلك كانت السياسة هذه الممنهجة، وبالتالي لاحقا مع تزايد وقت الحرب، وصلنا الآن لما يقرب 10 شهور على هذه الحرب، من المؤكد انه ستصبح هناك حاله كارثيه بالنسبه للمستوى الصحي للشعب الفلسطيني في قطاع غزه، وبدانا نلحظ ان هناك نوع من التعمد لهذا الموضوع، وكانها اسرائيل تريد ان تقضي على اكبر كميه من الشعب الفلسطيني، او على الاقل جعل هذا الشعب الفلسطيني يعيش ضمن حالات صعبه جدا صحيا، ولا سيما نعرف الان ونحن نعيش في هذا فصل الصيف الحار، حتى على أصحاب المنازل والبيوت ما بالنا بأصحاب الخيام الموجودين في هذه المناطق، مع غياب حقيقي لأي مستوى صحي سواء كانت في المستشفيات أو المراكز الصحية أو غيرها. حتى البيئة لم تعد بيئة صحية للاستمرار والاستقرار في هذه المناطق. ومرة أخرى كأن إسرائيل تتعمد أولا القضاء على أكبر كمية من الشعب الفلسطيني، ثانيا جعل حياة الشعب الفلسطيني صعبة بل ومستحيلة في مثل هذه الظروف. أيضا ما هي أبرز التداعيات التي تعاني منها الأسر الفلسطينية نتيجة لهذا النقص بالرعاية الصحية وأيضا النقص باللقاحات؟ طبعا هي في النهاية يعني نعرف تماما وندرك تماما أنه معنى نقص اللقاحات ونقص الأدوية ونقص العلاجات، سواء كانت لأصحاب الأمراض المزمنة، سواء كانت لكبار السن، للأطفال، للنساء، كل هذه يعني شرائح الشعب الفلسطيني الآن الموجودين في قطاع غزة، والغالبية العظمى الآن أصبح مشرد داخل قطاع غزة وأصبح لاجئ في داخل قطاع غزة. الأخطر من ذلك أنه لاجئ أكثر من مرة في هذه المناطق، بمعنى حتى حالة استقرار في مناطق اللجوء لم تعد موجودة، لأن إسرائيل بين كل فترة وأخرى توجه ضربات جديدة حتى لأماكن اللجوء والنزوح، وبالتالي مضطرة هذه الجموع الفلسطينية أن تنتقل من مكان إلى آخر، وبالتالي هذا يضعف عمليا حتى لو كانت هناك مساعدات إنسانية صحية، يضعف أن تصاحب اللاجئين في جميع أماكن ترحالهم وهم يتنقلون من منطقة إلى أخرى، حيث الضرب متواصل من قبل الطيران الإسرائيلي على جميع أماكن اللجوء، وبالتالي مرة أخرى هي وضع كارثي صحيا على جميع الشعب الفلسطيني، لكن وبشكل خاص كبار السن، الأطفال، النساء، تجعل حياتهم صعبة بهذا الاتجاه. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من الخليل دكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية.